ماريو بالوتيلي لا زال يشكل صداعا في رأس إدارة ناديه ميلان التي ترغب في التخلص منه بأي طريقة بسبب مشاكله التي لا حصر لها. وفي هذا الصدد كشفت صحيفة توتو سبورتس الإيطالية أن الروسونيري سيعرض مهاجمه الغاني الأصل للبيع مقابل حوالي 18 مليون يورو بعدما كانت تطالب بأربعين مليونا. الصحيفة أشارت إلى أن ميلان يأمل في حصوله على عرض جديد لبالوتيلي هذا الصيف من أجل توقيعه مع المهاجم الكولومبي الدولي جاكسون مارتينيز أو مواطنه رادامير فالكاو. ويشاع أن المهاجم الإيطالي قد يكون من بين أهداف سوق انتقالات نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف مع المدير الفني روجرز في إطار بحثه عن مهاجم يحل بديلا للمهاجم المتألق لويس سواريز.